اختي الكريمه، نتكلم بكل طلاقه ونتكلم باللغه الدارجه ديال المغاربه. انا راقي شرعي بالفعل، ولكن هذا ما غاديش يخول ليا باش ما نتمتعش بالحياه ديالي وما نلبس يعني بحالي بحال الناس. واش بغاوني نلبس مانطا؟ واش بغاوني نبقى ديما انا نلبس فوقيه وطاقيه؟ عندي حريه، راه شخصيتي راه تنبغي نبان انايا. اي واحد تبغي يبان بواحد المدار جميل للناس، وانا كذلك منهم. في كل مشكل واخا نكون راقي، يعني دابا انا راقي ضروري خصني نبقى ديما لابس فوقيه وطاقيه؟ شو نقول لك واحد جوج كلمات، انا راه ممكن نمشي عند الناس بات اللباس هذا ونرقي الانسان هو يطلع الجني ونعذبه باذن الله، وممكن ان يخرج وممكن نبطل السحر وانا لابس هذا اللباس هذا ونبطلو باش باذن الله جل في علاه بالخبره ديالي بالعلم ديالي اللي علموني الله عز وجل. ولكن الناس ولات عزيز عليها الكذوب، ضروري خصك تمشي لها فوقيه وطاقيه باش تبان راقي شرعي. كلام الله ما فيش تمثيل، لان كلام الله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا القران يرفع الله به اقوام ويضع به اخرين، وكل من اخذ كلام الله حاجه من حوائج الدنيا سيذله الله بدل دليل او بعز عزيز. باش نكونوا واضحين، انا من حقي كراقي شرعي نلبس كيما بغيت وكما يحلو لي. المشكل واش انا بالفعل تنصب اه ولا لا، المشكل واش انا تنعالج ولا دايره غير تريكه. انا تنعالج الناس وبشهاده الناس، ولا بغيتيني نجيب لك الناس يشهدوا بانني زاولت معهم التطبيب والعلاج بالرقيه الشرعيه، غادي يقولوا لك بان الشخص هذا عالجنا. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا عندي مواهب، انا عندي مواهب عده غض النظر على الرقيه الشرعيه، عندي مواهب عده بحالاش بحال السينما وبحال المسرح. يعني واش ممكن شي واحد غيقول لي علاش انت راقي وتستعمل هذا المجال وتتفنن في هذا المجال؟ هذه شخصيتي وهذه حريتي. انا الواجب المريض ملي يجي عندي هو يلقى العلاج، اما حريتي الشخصيه خط احمر وما يمكن حتى شي واحد يتكلم عليها. هذا الشيء اللي بغيت نوصل، راه ماشي اي انسان شفتوه لابس تقول لهم شرمل. راه كاينين علماء كبار وكاينين مشايخ كبار، اقسم بالله عندما يخرجون الى اوروبا والى امريكا تلقاهم لابسين لباس عادي. واش بغيتيني ديما نبقى لابس فوقيه وطاقيه واخا نبدل الالوان؟ واش ما غنملش؟ ردات تمل. الله عز وجل قال واللباس التقوى ذلك خير. الجلباب جميل، لباس الاسلام جميل، ولكن راه من حقي في هذا الزمن اللي تنعيشوا فيه راه ولاو الناس يلبسوا وانا باغي نلبس. واش ماشي من حقي نلبس؟ هذا هو السؤال. العزه لله والعصمه لرسول الله، والاخطاء والذنوب لنا. هذا الخطا اللي درته لاننا كلنا اصحاب اخطاء وكلنا اصحاب ذنوب. راقي شرعي في المغرب وخارج المغرب ما تزادش راقي، له ما له وعليه ما عليه، ثم اصبح راقي. السؤال تنعتبره يعني محرج، وبكل طلاقه بكل صراحه يعني كنت وعدت واحد السيده بالزواج كانت تبغيني، وشفت واحده اخرى وتزوجت بها اللي هي بغاتني وبغيتها، وتر اخرى كانت تبغيني غير شفت فيها شي مواصفات اللي ما غتكونش للانسانه اللي غتربي ليا وليداتي، ولهذا كانت التجأت للانتحار وكانت غتنتحر بالسبب ديالي. ماشي لحكم انني زوين ولا ساطع ولا نوراني ولا عيني زرقين، كل ما يبدو للناس جميلا فهو جميل. السيده تغرمت بيا وتغرمت وتغرمت بها انا كذلك، ولكن كنت سبب لها في انتحار عدم زواجها. ولكن ملي شفت على واحد الاشياء اللي تتمس الكرامه ديالي والشرف ديالي نسيتها، وشافتني بانني على طقوس خطبه والزواج، ثم سممت نفسها فكانت قضيه فيها انتحار. لات المراه هذه باش نتزوج بها والغد لي تقول لي انا بيتي عند عمي ونلقى انا عسى مع واحد اخر غير صالحه للزواج. قلت لي انا ما كنتش نعسه تما عند دار عمتي ولا فين، قلت لك وكنت نعسى مع الصديق ديالك. قلت لها علاش؟ قلت لي لان تنشوفك مثلا تطريح مع ناس بزاف وتسلموا عليك نساء وذكور، وانا هزتني الغيره
ومشيت ودرت هذه القضيه هذه باش انت ترجع للوراء، وانا تنقول لها راكي خطاتي، وهي تتبكي وتقول لي انا خطات وندمت لانني كنت تحت هالوسع. راقي شرعي انا معروف، تسلم عليا المراه والراجل، الحاله تاعها مستقره لان الموجه دازت على واحد 4 سنوات. الزوجه ديالي بهذا الكلام هذا عارفه كل شيء الزوجه ديالي، وتنتكلم بطلاقه وبصراحه. حتى حالا غادي نعطي البنات يحافظوا على نفوسهم وما يحاولوش شي واحد يغرهم بمال او بنشوه او بواحد النوع من المخدرات اللي هي غيستغلها به. تبقى بشرافه وتبقى بكرامتها لان النصيب ديالها جاي، غا ما تستعجلش. وانا تنقول لك اختي ما تستعجليش، وخلي كرامتك وخلي شرافك، لان كوجاك مصاصة كوجاك مدى تكون مغطيه ما تكون فيها لا دبان لا والو ولا حليتها تبقى نقيه. اما هذيك كوجاك اللي هي مصاصه اللي حليتيها وحطيتيها، كوني على يقين بان الدبان ديال العالم كله غادي يجي عليها، والمعنى راه مفهوم. عندي بنيه تنحبها وتنموت عليها، انا بنتي غادي نربيها على طاعه الله وعلى ما يرضي الله. باغي نخرج منها انسانه تستافد منها العباد والبلاد، وتكون اسوه حسنه لبلادها وفخرا لبلادها. واقولها واصرح بها، ان خرجت عن طوعتي وصنعت ما لا يرضاه الله عليها ولا ارضاه انا، ساتبرأ منها الا ان تفيء الى امر الله وتتوب الى الله، عاد نكون باه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.